هذه هي عمان التي احتضنت الخط الحجازي منذ العام 1900، وها هو علمنا يرفرف عاليا حارسا لهذا الوقف الإسلامي الذي نعتز به ونفتخر. نحن الآن موجودين في محطة عمان الرئيسية، إحدى محطات مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني الذي تأسس في عام 1900 بناء على أوامر من السلطان عبد الحميد في بناء هذا الخط لتوصيل الحجيج من مدينة دمشق وحتى المدينة المنورة. هذا الخط كان هدف الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد الثاني اختصار الوقت على الحجاج بالدرجة الأولى التي كانت تستغرق رحلتهم من 40 إلى 50 يوم من دمشق أو من الشام، بلاد الشام، إلى بلاد الحجاز، وبالفعل بعد 8 سنوات فقط، والتي تعتبر مدة وجيزة في تلك الحقبة الزمنية، حيث كان هناك صعوبات بالغة من تضاريس جغرافية ومن اعتداءات على المناطق ومشاكل في المناطق التي مر بها الخط الحجازي، ولكن تم إنجازه في هذه الفترة القصيرة، وبالفعل تم تشغيله ورحلاته الأولى في عام 1908. هاي المحطة اكتمل البناء فيها وبناء المباني فيها عام 1905، الخط كله اكتمل عام 1908، طبعا بقي تحت إدارة السلطات العثمانية حتى عام 1916، اعتبر وقف إسلامي دولي. كل دولة من الدول الموجود فيها هذا الخط هي مسؤولة عنه كإداريا. فترة من الفترات كان موجود تحت إدارة الجيش البريطاني، وخصوصا في عام 1921 حيث كانت الإدارة الرئيسية في مدينة حيفا. بعد طبعا الاستقلال تم إدارة هذا الخط من قبل الجيش الأردني قبل أن يتحول إلى مؤسسة تابعة للحكومة الأردنية، مؤسسة مدنية بقانونها عام 1952. ثم بعد ذلك جاءت الدولة الأردنية وجاء جلالة المغفور له بإذن الله الملك المؤسس الملك عبد الله الأول، حين امتطى وركب القاطرة الملكية من محطة معان إلى محطة عمان، وكانت هذه الربط التاريخي بين الخط الحجازي وبين الدولة الأردنية. ولا يخفى على الجميع دور الهاشميين في الحفاظ على الخط منذ 100 عام، يعني الآن المئوية مرت على الدولة والخط يعمل والخط موجود وكوادر الخط موجودة والمؤسسة كذلك، القاطرات القديمة التي تعتبر تراث عالمي وليس فقط تراث أردني أو تراث في منطقة الشرق الأوسط أو منطقة بلاد الشام. طبعا رمزية هذه المؤسسة عندما استقل جلالة الملك عبد الله الأول القطار من مدينة معان حتى مدينة عمان، وقد استغرقت الرحلة 4 أيام، وقد تلا بيان تأسيس إمارة شرق الأردن من محطة الجيزة عام 1921. هذه طبعا بتعطي مؤسستنا رمزية معينة بالتاريخ الأردني، بالإضافة لمواكبتها لعديد من الأحداث التي رافقت مسيرة تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية منذ البدايات. طبعا هذا الخط كما هو معروف يعني يمتد من حدود الأردن، من شمال الأردن إلى جنوبها، فيقطع المملكة في 452 كيلومتر. محطة عمان هي محطة مركزية، أول شيء لموقعها الجغرافي بين بلاد الشام كلها، الآن في شمال الأردن تعتبر، وبالتالي تربط من سوريا إلى جنوب الأردن ومرورا بحدود الأردن الجنوبية إلى بلاد الحجاز. فهذه المحطة مركزية وتعتبر من الكبرى المحطات الموجودة في الخط، بوجود السكك فيها وتفرعات السكك وكذلك مراكز الصيانة الموجودة في هذا الخط والمشاغل الهندسية والمخارط القديمة التي يعود يعني عهدها إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، والتي تم تعزيز المؤسسة فيها لضمان استمرارية القاطرات وصيانتها، لأنها تعتبر قاطرات نادرة ولا يوجد عدد كبير منها في العالم، هي عدد معدود على يعني على أصابع اليد، وبالتالي الحفاظ عليهم لم يكن بالأمر السهل، وإنما بكوادر أردنية تم تدريبها وتم دعمها بالمعدات في حينه، وما زالت مستمرة حتى الآن. الآن تقع محطة عمان في موقع استراتيجي لأنها تعتبر في الوسط بين، حتى لما كانت الرحلات موجودة من سوريا إلى جنوب الأردن، وبالتالي كانت محطة عمان في الوسط تقريبا وتعتبر المحطة الجامعة. تمتلك مؤسسة الخط الحديدي الحجازي مجموعة من القطارات البخارية وقاطرات الديزل. طبعا القاطرات البخارية هاي من القاطرات القديمة
يلي ندرة متوفرة في العالم. يعني احنا نمتلك 8 قاطرات بخارية من أصل 40 قاطرة بخارية متواجدة في العالم. طبعا هاي القاطرات البخارية بحاجة دائما لصيانة وإعادة إعمار. طبعا هذه القاطرات تتم عملية الصيانة إلها داخل المؤسسة وبكوادر المؤسسة في أيادي عاملة أردنية. طبعا ما في أي يعني قطع متوفرة في السوق المحلية، يتم تصنيعها كاملة داخل مشاغل المؤسسة ويتم عمل الصيانة الكاملة إلها، وهي بتكون جاهزة 100% لعملية السير والمسير على الخط. في النوع الثاني عندنا القاطرات الديزل، طبعا يتم متابعتها في داخل مشاغل المؤسسة من قبل الكوادر الموجودة عندنا. في تحديات كبيرة بنواجهها احنا هنا في صيانة هذه القاطرات. التحدي الكبير هو عدم توفر الأيدي العاملة لصيانة هذه القاطرات، لأنها بحاجة إلى خبرة كافية وتدريب أيدي عاملة جديدة مشان إنه هذه القاطرات إحنا نكمل عملية الصيانة إلها وديمومية عملها. عندنا نوعين من القاطرات، بخاري والقاطرة الديزل. طبعاً البخاري قديم جداً، هذا من العصر العثماني وعهد العثماني. القاطرة الديزل محدثة كلها ب76 وتم التحديث عليها، محركات ديزل. القاطرة البخارية تمتاز إنها عبارة عن بويلر وستيم وضغط وبخار وحرارة، يعني بدك تكون عندك قدرة يعني نفسية ومعنوية وجلد تتحمل التعب والعناء في القاطرة. درجة حرارة توصل 4000. القاطرة البخارية بدها طبعاً 4 ساعات تجهيز للرحلة قبل الرحلة. طبعاً تجهيز عبارة عن تشغيل بخار وتشغيل ستيم وضغط وبخار، ترفع ضغطك وتزييت القاطرة وتجهزها وضمها، تكون جاهزة للسير والسفر. طبعاً هاي كلها بالنسبة لي أنا عندي بعتبرها متعة. صحيح شغل وتعب وشقة، وبضلك من الصبح من الفجر طالعين ونولع قاطرة 4 ساعات ونار وحرارة، بس أنا بالنسبة لي متعة لأنه هواية وحب للقاطرات. وبالنسبة لما أطلع رحلات، خاصة قطارنا الخط شاسع بيربط بين الشمال للجنوب. هناك رحلات تم تسييرها بالفعل منذ سنوات يعني، وآخرها كان في برنامج أردننا جنة، وكان هناك إقبال غير مسبوق، يعني لم يكن متوقع من طرفنا أنه يكون هناك إقبال بهذا الحجم وهذا الشكل على خط الحجاز. وتم تسيير رحلات سياحية للمدارس وللمواطنين وللسياح الأجانب حتى وللسفارات والوزارات. تم نقل العديد من الركاب والعديد من البضائع والشحن. كانت مؤسسة تعنى بالنقل ونقل الركاب ونقل البضائع، وقد وصلنا في عام 2009 و2010 للجمهورية العربية السورية، حيث كان هنالك رحلات من المحطة الرئيسية حتى محطة درعا. محطة المفرق محطة حدودية مهمة جدا، تقع في شمال المملكة، تستقبل المسافرين والزوار من سوريا الشقيقة من محطة درعا إلى المفرق. أيضا البضائع، نقوم تسهيلات الجوازات، ختم الجوازات والجمارك. أسست عام 1901، تقع على كيلومتر 162. طبعا إحنا عندنا كمان رحل عائلية تطلع من محطة عمان الرئيسية هون لا محطة الجيزة، مرونا بمحطة القصر. هذه الرحل الهدف منها تعريف المواطن الأردني بهذه المؤسسة، برضو في تركيز على الجانب السياحي. بالفعل نحن معنيين في هذا الأمر، وسوف نركز على الأمور التسويقية والأمور التي تظهر هذا الخط وهذا التراث والإرث الحضاري والإسلامي، للتركيز عليه في وسائل الإعلام أو في الوسائل التواصل الاجتماعي وفي الزيارات وفي جميع الميديا المتاحة، حتى نظهر هذا الخط، لأنه في حاليا في يعني في ضعف، وكثير من الأردنيين لا يعرفوا كثيرا عن هذا الخط. فهذا طبعا شيء مؤلم بالنسبة لنا كمؤسسة، وجهدنا الجهيد إن شاء الله راح يكون إنه الإعلام وإظهار هذا الخط واستقطاب من جميع الفئات العمرية، سواء في الأطفال أو في طلاب المدارس والجامعات وباقي شرائح المجتمع. استعمال الخط الحديد الحجازي بهذه الرحلة من المحطة لمحطة الجيزة، من وسط عمان لمحطة الجيزة،
تجربة ممتعة جدا جدا، ما كنت أعتقد أنه ممكن أمر فيها، وأنا مبسوط ومسرور كثير كثير على توفر الإمكانية أنه أقوم بهاي الرحلة، وعلى أنه وجوده لسه هذا الخط قائم وعامل. بتمنى أنه هاي تجربتي أنا تتكرر وتنعاد، يشوفوها أبنائي ويشوفوها أصدقائي ويشوفوها الأردنيين كلهم، لأنه تجربة جدا ممتعة. العبور بقطار بخاري مش موجود بالعالم منه إلا 16 قاطرة، وال16 قاطرة نصهم في الأردن، هنا في 8 منهم بالأردن، فهذه متعة لحالها، وهي تجربة لن تتكرر بتهيألي للي بيعملها وبعيدها. إن شاء الله أنا راح أكررها، بس بحكي عن الأردنيين لازم كمان ما يفوتوا هاي الفرصة. الفرحة تجدها على وجوه الأطفال وعلى وجوه الكبار كذلك، لكن الأطفال بشكل خاص، لأنه يبدو أنه كانوا في حلم يعني أنه يطلعوا في قطار، خاصة المرة الأولى اللي بيطلعوا فيها. الأجانب والسواح الكبار في السن، يعني تجد رجل في 70 أو 80 عمره، فيعني قمة المتعة بالنسبة له أنه يجلس بجانب القطار البخاري ويتصور معه، يأخذ صورة معه مع البخار مع كذا، لأنه إحنا في عنا 8 قاطرات بخارية، وتعتبر نصف يعني إرث العالمي من القاطرات البخارية، لأنه يعني حسب ما جمعنا معلومات أن هناك 16 قاطرة بخارية في العالم، منها 8 في مؤسسة الخط الحجازي الأردني. إحنا كمؤسسة خط حديدي حجازي أردني لازم نكون على خارطة السياحة الأردنية، ولأنه إحنا بتعرف مؤسسة تاريخية تراثية سياحية موجودة، أيضاً تعنى بالنقل، يمكن شوي العربات عمرها قديم، شوي الخط قديم، بس إحنا بنحاول جهدنا إنه نحافظ على استدامة هذا الخط، ونحافظ على رمزية وجود هذا الخط، لأن وجود هذا الخط هو من وجود الدولة الأردنية. كذلك هناك رسالة يعني حبيت أن أوجهها إلى جميع المواطنين الأردنيين، خاصة الذين يعني يسكنون قريب على الخط بشكل خاص من جنوبه إلى شماله. الآن هذا الخط عمره 121 عام لما بدأ العمل فيه، وانتهى العمل فيه منذ 113 عام، وبمناسبة مئوية الدولة، فأنا أناشد كل الناس وكل المواطنين الذين يعني موجودين أو يرون الخط أن يحافظوا عليه كإرث أردني تاريخي إسلامي، واجب كل مواطن الحفاظ عليه والتبليغ عن أي اعتداءات تتم عليه، فهذا في يعني في ميزان حسنات كل إنسان أراد أن يحافظ على الخط ويمنع أي اعتداءات عليه.